حط الشمعة فوق النار، ضيفي لها 2 معالق زيت، نضيفوا لها مغير فاخر، نخلطوا المكونات ونخليهم يبردوا شوية ونمسحوا بهم الأثاث المصنوعة من الخشب، نرفدوا كمية قليلة باش لبوا تاعنا ما يبانش مشحم. نمسحوا كل ألوان الخشب، الوصفة نحو بها الغبرة وتعطي لمعان للأثاث. ما تنساوش الاشتراك في القناة ولايك للتحفيز. سلام.